رفض مواطن محافظة كربلاء استمرار إيران مماثلة بقائد الحرس الثوري إسماعيل قاآني وتدخله بصناعة القرار العراقي بعد لقاء العديد من السياسيين. نتابع. اليوم الشارع الكربلائي أكيد يرفض أي تدخل من أي دولة كانت ولأي مصلحة كانت. اليوم الشارع الكربلائي يرفض تدخل قاآني في الشأن الداخلي العراقي كتقريب وجهات النظر أو غيرها. هذا الشأن شأن داخلي عراقي، إن افترقنا أو اجتمعنا أو أبعدنا جهة سياسية عن أخرى، فبالتالي هو شأن سياسي عراقي داخلي، وبالتالي المواطن اللي خرج يوم التظاهرات فبالتالي من حقه أن يعبر لمن انتخبهم عن إرادة سياسية معينة. وكما شاهدنا يعني في الأيام الأخيرة بعد ما وصل الانسداد السياسي لا سيما ما بين الإطار التنسيقي وما بين التيار الصدري، لاحظنا هناك شخصيات مهمة من دول الجوار وصلت إلى العراق لكي تدخلوا، كما استمعنا وشاهدنا أنه يوم أمس عبر مصادر أن هذه الشخصية اجتمعت بالإطار التنسيقي، وأيضا كان لديها لقاء أيضا مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. طبعا احنا نتمنى ان تكون تشكيل هذه الحكومه العراقيه جديده، وهذا الشعار الذي رفعه المتظاهرين في ثوره تشرين وايضا في الذين خرجوا للانتخابات، ان يكون تشكيل الحكومه العراقيه هو تشكيل نابع من العراق بعيدا عن التدخلات الخارجيه. بالنسبه لزياره قاآني للعراق ومحافظه النجف، اذا كانت زياره للمراقد الدينيه وعفويه فلا باس بها، وإذا كانت زيارة من أجل تشكيل الحكومة فهي مرفوضة ومستنكرة. يا قاآني، روح لإيران، عندك أزمة اقتصادية اليوم، عندك شعب يعاني من الويلات، يعاني من ظلم، يعاني من خدمات، يعاني من رواتب ما عنده اليوم الشعب الإيراني. روح حل مشاكلك، أنت مو جاي تريد تشكل حكومة.